السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنواصل في الشابتر الثاني اللي هو عنوانه Equivalent System and Forces. المحتوى متاع المحاضرة الأولى من الشابتر الثاني حيكون فيها Equivalent Forces والفرق ما بين External والInternal Force، يعني الفرق ما بين القوة الداخلية والقوة الخارجية. حنبدأ بالجزء الأول اللي هو Equivalent Forces، اللي هو نفسه نسميه Principle of Transmissibility، يعني الـ Principle بتاعت الانزلاق. يعني يمكن ناخد أي، زي ما شايفين هنا، لو ناخد مثلا القوة هذه في النقطة، قوة F في النقطة هذه، يعني القوة F هذه يمكن نغير لها مكانها على المحور، يعني يمكن تصبح هنا، يعني في أي نقطة موجودة على المحور هذا، يعني إذا كان حافظ على نفس الماجنيتيود، يعني نفس القيمة، ما تأثر، بنحصل على نفس الشيء. يعني الصورة هذه هي الإكيفالنت متاعها، هي الصورة هذه. شو الفرق؟ الفرق أن نفس القوة اللي هي F غيرنا لها مكانها بقوة ثانية اللي هي F داش of 2، مش نفس المكان هذا هو هذا. يعني في الحالتين هذم الاثنين، يعني بيبقى أنها نفس القوة ونفس القيمة موجودة على نفس اللاين. يعني إذا كان ندرس الكاليبرم، يعني حالة الاتزان أو الموشن، يعني الحركة، يعني مش حيتأثر، يعني الجسم هذا بالدراسة هذه مش حتتأثر في الحالتين، في الحالة الإكليبروم وفي الحالة الموشن، إذا كان غيرنا مكان القوة. يعني تغيير القوة من مكان لمكان هو هنسميه الإكيفالنت فورس، يعني الفورس هذه هي الإكيفالنت فورس على نفس اللاين. هذا هو الفرق ما بين يعني الحالتين. يعني القوة F والقوة F داش نسميهم equivalent forces، هذا هو المفهوم تاع equivalent forces. هناخذ مثال على ذلك. مثلا الشحنة هذه لو نسوي قوة هنا اللي هي القوة F في الناحية هذه، نفس الصورة الثانية اللي هي لو تكون نفس القوة، شايفين لو ناخذ على نفس اللاين اللي هو هذا، يعني نفس الخط وهذا، أخذنا قوة ثانية مثلا نسميها F داش. يعني الفرق ما بين F والF داش هذا قوتين بنسميهم equivalent forces. الحين هنشوف الاكسترنال والانترنال فورسز، يعني القوة الخارجية والقوة الداخلية. إذا كان ناخذ مثلا أي سيستم، يمكن نقسم القوة الفورسز هذه الموجودة على أي سيستم ريجيد بوديز، يعني الأجسام الصلبة، يمكن نقسمها إلى مجموعتين، المجموعة الأولى اللي هي الاكسترنال فورس، والمجموعة الثانية اللي هي الانترنال فورس. يعني القوة هنقسمها إلى قسمين. مثلا لو هنفهم يعني هذا على خلال المثال التالي. مثلا لو ناخذ الشحنة هذه، يعني الشحنة هذه اللي هي التراك، وهذم الأولاد هذم مثلا هيسحبوا الشحنة. لما يسحبوا الشحنة طبعا يعني أكيد حتكون فيه قوة F اللي هي قوة السحب هذه، ومنها الشحنة هذه عندها وزن هيكون W، وما ننسى يعني القوة متاع الرياكشن متاع الأرض هذه اللي هي الأروان والأرتول الموجودة في الكفرات. أوكي، يعني هذه كلها، هذا الفري بودي دياجرام أوف فورسز، يعني القوة الممكنة الموجودة من خلال المثال هذه. طيب حيتم تقسيم القوة هذه إلى جزئين زي ما شفنا، الإكسترنال والإنترنال، لكن التقسيم هذا يختلف حسب اختيار السيستم. مثلا لو ناخذ السيستم بتاعنا اللي هو مثلا يتكون من التراك والأولاد، يعني كله، يعني ايش الاكسترنال فورس شو حتكون؟ حتكون يعني القوة الخارجية اللي هي موجودة في السيستم هذا حتكون W لأنها جاية من الجاذبية، وحتكون الR1 والR2، هذه هي القوة الخارجية، يعني هذه قوة كلها قوة external force. إذا كان أخذنا السيستم بتاعنا يعني هذا، هنعرف قيمة الانترنال فورس اللي هي القوة الداخلية. القوة الداخلية طبعا هتكون F، ليش؟ لأنها الأولاد والشحنة الاثنين ينتمون إلى نفس السيستم، يعني الـ F تعتبر قوة يعني داخلية. لكن الحين إذا كان أخذنا السيستم بتاعنا يتكون مثلا من التراك لحالها، لما يكون التراك لحالها الاكسترنال فورس، يعني الاكسترنال فورس حيكونوا ايش؟ حتكون القوة W، حتكون القوة F والR1 والR2، يعني كل القوة هي اكسترنال فورس، ما فيش قوة يعني داخلية. هذا هو الفرق يعني ما بين القوة الداخلية والقوة الخارجية.
طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في المحاضرة الجاية.